ومعي عبر الهاتف رئيس المكتب الفني في وزارة التربية والتعليم الأستاذ عبد الله المخلافي. أستاذ عبد الله، مرحبا بك. يعني تواصل الميليشيات إذا استهداف العملية التعليمية في إطار حوثنة التعليم وتزييف العقول، كيف يمكن وضع حد لمثل هكذا ممارسات؟ أهلا ومرحبا بك وبكل مشاهدي قناة اليمن اليوم. مديرة ثانوية بلقيس لن تكون الأخيرة كما لم تكن الأولى أيضا. هم سطوا على وزارة التربية والتعليم ولأول مرة لبتاع وزير ونائب وزير من اتجاه واحد. ولو تلاحظ الأسماء التي تدير وزارة التربية والتعليم اليوم في صنعاء لتجدن العجب: الشامي، المحطوري، النعمي، الحوثي، وكأنها حديقة خاصة فيهم. حقيقة هو لم يأتي من اليوم هذا التوجه، هو بدأ بعد ثورة 26 من سبتمبر عندما شعر الأئمة يومها أنهم قد غادروا الساحة. قال لهم يومها أحمد محمد الشامي كلمة: ينبغي عليكم أن تلبسوا البنطال ثم تعدوا أنفسكم. وهم بالفعل من ذاك اليوم يعدون أنفسهم. بعد أن سطوا على الوطن برمته من أقصاه إلى أقصاه، ركزوا أيضا على وزارة التربية والتعليم باعتبارها المنهل القيمي والمنهل الوطني والمنهل التربوي والمنهل التعليمي الذي حقيقة يعول عليه الكل في إخراج هوية وطنية جامعة، ويعول عليه الكل أيضا في الحفاظ على منهج قيمي تعليمي للحفاظ على الجيل الذي قامت من أجله ثورة 26 من سبتمبر. للأسف الشديد بعد أن سيطروا على وزارة التربية والتعليم كمفاصل وكوزير وكنائب وكوكلاء اتجهوا أيضا للمنهج، وبدأوا يعبثون فيه بقيم الأمة، وبدأوا يعبثون فيه بأيام الثورة وبأيام والمناسبات الوطنية والمناسبات الدينية، ويستبدلونها حقيقة بمسميات لا نعرفها لا في تاريخنا ولا في تاريخ آبائنا ولا في تاريخ أجدادنا. لا ندري من أين أتت، هل أتت من داخل منطقتنا العربية؟ نعم. أم من عمق فارسي، من عمق معادي لتراب بلد 26 من سبتمبر؟